وصح لي، يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولانه فيكم هتقدم وانت في مكانك وظائف خاليه للمصريين في الكويت براتب شهري 57,000 جنيه. وظائف 2023 يبحث الكثير من الشباب على فرص عمل تحقق لهم طموحاتهم بعد الانتهاء من سنواتهم الدراسية، لذلك يقدم منتجع هيلتون الكويت وظائف شاغرة للجنسين ذكور وأناث بمرتب شهري يصل إلى 560 دينار كويتي أي ما يعادل 57,000 جنيه مصري. وظائف خالية 2023 وحرضا من موقع وجريدة عقارية على تقديم الأخبار والمعلومات الخدمية للمواطنين، ننشر لكم كامل التفاصيل حول وظائف الكويت الجديدة والشروط والأوراق المطلوبة. ينشر موقع الوظائف عددا من الوظائف الخالية في دولة الكويت ومتاحة للتقديم من المصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. مساعد مطبخ، خبرة سنة واحدة على الأقل، منظف متمرس قليل الخبرة، حارس أمن خبرة لا تقل عن سنة واحدة، نادلة ذات خبرة عديمة الخبرة، سائق متمرس قليل الخبرة. شروط وظائف هيلتون الكويت: العمر من 18 إلى 56 سنة، الراتب من 230 إلى 560 دينار كويتي باستثناء أجر العمل الإضافي الحوافز الشهرية. طريقة التقديم على وظائف هيلتون الكويت: من يرغب في الحصول على وظائف داخل منتجع هيلتون الكويت فيرجى الاتصال على الرقم التالي 9656061856 زائد وات ثرب. وبهذا قد أوفيناكم ب وظائف خالية للمصريين في الكويت براتب شهري 57,000 جنيه. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعمل ورائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.